أعربت معالي سيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب عن بالغ التقدير وعظيم الامتنان بتشرفها وأصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب بلقاء جلالة الملك المفدى ورفع التقرير السنوي لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس إلى جلالته. وأكدت أن ما تحظى به السلطة التشريعية في مملكة البحرين من اهتمام وتوجيهات سامية من لدن جلالة الملك المفدى يشكل أكبر داعم لتحقيق المزيد من العمل والإنجاز لصالح الوطن والمواطنين، مشيرة إلى أن ما حققه مجلس النواب في دور الانعقاد الماضي من إنجازات في ممارسة دوره التشريعي والرقابي جاء بفضل رؤى جلالته الحكيمة وتجسيدا لدولة القانون والمؤسسات التي أرساها المشروع الإصلاحي لجلالته حفظه الله. ونوهت إلى أن المجلس سيعمل خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس على استكمال مسيرة العمل لصالح الوطن والمواطن بما يلبي الرؤية الملكية السامية.